فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. فاجأت نجمة مسلسل المعلولية جمهورها بستايلها الجديد. نوميلي اختارت اللون الأشقر لأول مرة في سنة 2024. بعد ما ربحنا لعيب لقى الناس ما لقيناش وين نروحوا في السهره الرمضانيه ديالنا. نعم فوالا جيبوا قعدنا وحدنا في لابيس. بيس برودكت وفرت لكم منتوج فيه 3 في 1. عندك حبة زرودية ولا حبة خيار وبغيتي تقطعيها خفيف ظريف، هذا المنتوج راح يعاونك بزاف. إضافة على ذلك عندك فستوم ولا فلفل حار ولا معدنوس حبيتي تطحنيهم، هذا المنتج راح يعاونك بزاف. وزيد على ذلك فيها فرشة تنظيف راح تسهلكم عملية تنظيف كويزينيير ولافابو وغيرها، كل هذا بسعر معقول. لطلب المنتوج ما عليكم إلى مراسلتهم عبر صفحة الانستغرام بيست برودكت، راح تلقاوها في صندوق الوصف. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.